نفس اللاعب خزري، وبعدما تلقى كرة في العمق تمكن من هز شباك الحارس حاجي، وكان ذلك في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. أبناء يما قوريا كانوا الأحسن خلال هذه المرحلة من خلال هذه النسوج الكروية الجميلة، لكن تسديدة نياطي كانت خارج الإطار لينتهي الشوط الأول على نتيجة هدف لصفر. المرحلة الثانية، أول محاولة كانت لصالح أمل عين ميلا، واحتجاجات عناصر الفريق على الحكم بوكواسا والمطالبة هنا بركلة جزاء. نلعب الدقيقة 76، الضغط الأمل يكلل بهدف التعادل الذي وقعه اللاعب سي عمار. هدف أسعد كثيرا أنصار أمل عين مليلة. خلال هذا الشوط أمل عين مليلة كان الأحسن، وبن يحيى هنا كاد أن يصل إلى الشباك لولا يقظة الحارس. الهدف الثاني لصالح الشبيبة جاء في الوقت الإضافي عن طريق اللاعب علالي برأسية محكمة وجميلة، وكان بذلك هدف الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. الشبيبة البجوية إذن تتأهل إلى قادم الأدوار. شبيبة البجوية أيضا لا تختلف عن المولودية البجوية، يختلف فقط القسم، نفس الضغوط، نفس المشاكل الموجودة على عاتق الإدارة، ولو أنه بصدد تكوين فريق شاب واعد وطموح.